استهلوا جولتنا بتتويج فارس نادي المسايل عبد الله العوضي بلقب بطولة مركز الكويت الفروسية التي أقيمت في المركز بمنطقة صبحان، إذ نجح العوضي في تحقيق المركز الأول في الشوط السادس الرئيسي على ارتفاع 130 سنتيمترا بزمن 28.82 ثانية دون نقاط جزاء، كما حقق أيضا المركزين الثالث والخامس، فيما فاز الفارس البريطاني نيك تشانينغ بالمركز الثاني، وجاء أوس التناك رابعا، وقامت الفارسة رغد الدبوس وبدر الهيفي بتتويج الأبطال.